مساء الخير. سيدنا ابن مسعود بيقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر ينهى عنه. وبرغم أن الدين فيه أوامر كتير، لكن حوالي 89 أمر منهم ربنا اختصهم بينادي على المؤمنين قبل الأمر يا أيها الذين آمنوا. فالنداء لحكمة والتخصيص والأهمية خاصة في التكليفات دي، وده اللي بنحاول نعمله في الملف ده. بنقف عند نداءات ربنا للمؤمنين ونعرف إيه الحكمة منه والمطلوب فيه. النداء اللي هنتكلم عليه النهاردة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. أمر من ربنا بالقسط يعني بالعدل والحق، ودي أصل رسالة الإنسان اللي اتوجد علشانها. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب السماوية وأوجد لنا الميزان اللي نحكم بيه، وهو العقل والقلب السليم الموصول بالله. كل دي أدوات ليقوم الناس بالقسط، علشان الإنسان يقدر يطبق عدل وحق. هي دي المرجعية وبس، لا الهوى ولا المزاج ولا وجهات النظر ولا المصالح الشخصية. فلما تبقى المرجعية رسل وكتب سماوية وأوامر ونواهي مأمورين بيها، مش هيحصل لبس بين الحق والباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هو ليه بيحصل اللبس بين الحق والباطل؟ لأن الإنسان بيبقى عايز يمشي وراء أهوائه، فعلشان يقدر يعمل ده بيخدر نفسه عن الحق، بيقنع نفسه بالباطل، والموضوع بيحصل بالتدريج وإحنا مش حاسين. والبداية إنك بتكذب الكذبة وتصدقها. بتبدأ تكذب على نفسك الأول. في آية في القرآن بتشرح الحالة دي، بتقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ناس بيقسموا لربنا إن هما ما كانوش مشركين، كذبوا وصدقوا نفسهم لدرجة إن هما بيقسموا لربنا اللي خلقهم إن هما ما أشركوش بيه. فربنا بيقول: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. دي البداية، نكذب الكذبة ونصدقها، فيبقى كل اللي جاي بعد كده تلبيس الحق بالباطل علشان نعرف نخدر نفسنا. غير كده ما نقدرش نعيش. أصل الفطرة جوه الإنسان بتخليه ما يعرفش يعيش وهو معترف إنه غلط وأفعاله شر وبس، محتاج يخدر نفسه ويموت ضميره. وده دور الشيطان والنفس، يساعدوك تخدر نفسك وتلاقي مبررات وشماعات تعلق عليها مبرر للحقوق اللي هتلبسها بالباطل، فيتحول الموضوع من كذبة كذبت بيها على نفسك لكبر وعدم اعتراف وبالتالي عدم توبة. وهو ده الفرق من ذنب الشيطان اللي رفض يعترف ويرجع، وذنوب البشر اللي ربنا خلقهم يغلطوا ويعترفوا بغلطهم ويلجأوا لربنا فيتعرفوا عليه. فكل دي بتكون خطوات بتبعدنا عن العدل والحق خطوة خطوة وإحنا مش حاسين. تكملت الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين، ما ينفعش تتبع الهوى. ودي خلاصة اختبارنا في الدنيا، بتتبع هواك ولا ربنا. قضية اتباع الهوى دي هي أكتر حاجة محتاجة مننا مراقبة ويقظة طول الوقت في كل تفاصيل حياتنا وأفعالنا وأقوالنا. سيدنا داود لما واحد راح له يقول له: معيش غير نعجة واحدة وأخويا معاه 99 وعايز ياخدها مني، فرد بديهي سيدنا داود قال له: كده ظلمك، واحد معاه 99 وعايز منك واحدة، ما أكيد ده ظلم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نزلت آيات في الموقف ده وربنا عاتب سيدنا داود لأنه ما سمعش غير من طرف واحد، وحكم ساعتها بمين الظالم ومين المظلوم من كلام طرف واحد حتى لو الكلام بديهي ومنطقي. فربنا قال له: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فأدرك سيدنا داود عليه السلام إن هو كمان كده هيظلم بشكل تاني بحكمه بأهوائه، برغم إن سيدنا داود مش بيحكم بالهوى لأنه ميال لحد عن حد، هو ما يعرفش الاتنين، لكن كونه أصدر حكم من مجرد سماعه لطرف واحد، فده ربنا عاتبه فيه وقال له إن ميله لطرف من غير ما يسمع للتاني فده هوى. وعرف إن ده اختبار من ربنا وإن دول ملاكين نزلوا يعلموا معاني الحكم على الناس والقسط والعدل. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راقعا وأناب. قضية الحكم بالعدل والقسط مش المقصود بيها إنك مجرد ما تبقاش ظالم ظلم بين بتاكل حقوق وبتفتري. الحق والقسط معنى عميق جدا لصاحبنا في كل كلمة وفعل وفكرة ورأي ونظرة عين وملامح.
إن كل حواسك وجوارحك تكون بتتحرى الحق في التعاملات مع البشر ومع نفسك، فيبقى الحق منهج حياة وبتحقيقه بتتوازن كل خلل في حياتك. هنتكلم بالتفصيل عن المعاني دي مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء وزارة الأوقاف بعد الفاصل.